بسم الله والابن روح القدس سنان واحد امين حلقه جديده من برنامج ثابت فيك وهناخد النهارده مفهوم مهم قوي ايه يعني الالحاد؟ ايه معنى الكلمه دي؟ الالحاد بمعنى الواسع معناه عدم الاعتقاد او عدم الايمان بوجود الهه ويقول لك كده سواء ربنا موجود او غير موجود انا اصلا مش مقتنع بوجوده فالموضوع بالنسبه لي خلصان ما توجعش يعني دماغك معايا. طيب تيجي تساله ليه مش مقتنع بربنا يقول لك بص في يعني اسباب كتير من اهمها ايه؟ في معضلات مش محلوله يعني في شر وألم وموت وناس شريره وناس آه متعبه في الحياه لو لو الكون ده ليه اله كان خلص كل هذه المعضلات وعشنا في سلام فطالما ما فيش اله يبقى الامور دي موجوده وطالما هذه الامور موجوده يبقى ما فيش اله يبقى هنا هو نوع من انواع صور او صوره من صور الالحاد هو بينكر ربنا بالمناسبه في صور تاني من الالحاد يقول لك يعني هو ربنا موجود اه بس ربنا يفضل في حاله وانا في حالي انا ماليش علاقه بيه وهو اصلا ما يهمنيش علشان كده نقول ايه بقى؟ نقول ان هذا المعتقد يشير في معناه العام الى غياب الاعتقاد بان ربنا موجود اساسا فتيجي تتكلم معاه هو اصلا مش في حساباته وليه اسباب كتير يمكن نشرحها في حلقات قادمه بنعمه ربنا. طيب ايه هي انماط او اشكال او فساد المعتقدات اللي احنا بنشوفها اشكال دي عامله ازاي هناخد كده كام نوع من انواع فساد المعتقدات او انماط او اشكال الالحاد او المغالطات اللي الناس كونتها تجاه فكرهم في ربنا اول حاجه حاجه اسمها الالحاد المطلق او النظري في اللغه اليونانيه القديمه هنلاقي عندنا الكلمه دي معناها كده يعني غياب الاعتقاد في وجود ربنا الكلمة دي معناها إن الناس ما عندهاش فكرة عن ربنا أو اعتقادها في وجود ربنا اعتقاد قليل جدا. وفي القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت إن الكلمة دي معناها إنكار ربنا. طبعا أنا مش عايز أدخل في مصطلحات أو تحليلات لغوية علشان حضراتكم يعني تكونوا أقرب للفكرة شوية. هنا رفض ربنا يقوم على سبب فلسفي مبني على افتراض خاطئ. في بقى حد اسمه الفيلسوف جان روستان جان روستان ده شرح الفكرة دي بشيء من التفصيل قالك إيه؟ قالك لما الإنسان يقف كده قدام حجم الكون وأبعاده مجراته وكواكبه وبعد كده يرجع يبص لنفسه يلاقي نفسه ضئيل جدا وبالتالي الناس كده أو الإنسان كده يشعر لنفسه أنه ملوش قيمة فعلشان الإنسان يشعر أنه ليه قيمة أو ليه وجود في هذا الكون اللي هو بالنسبة له يعني ما يعتبرش أي حاجة فالإنسان اخترع لنفسه فكرة اسمها فكرة الله الله ده هو اللي يخليه يقدر الإنسان يشوف أنه ليه قيمة في الحياة ويقول لك كده بقى إيه الرفض ده هنا لوجود ربنا ليه أسباب كتيرة جدا من أهم هذه الأسباب أن كلمة ربنا عند الإنسان معناها هو الإجابة اللي بيخدر بيها مشاعره أو ضميره لأي سؤال هو ملوش حل أو ملوش يعني إجابة منطقية عند الإنسان وبالتالي هنا بدا الناس يبحثوا عن هذا الكائن الغير موجود اللي هو الله علشان يخدروا ضميرهم او يقنعوا عقولهم ان هم ليهم قيمه. اللي انا بقول عليه ده اللي قاله الفيلسوف جان روستان. بعد كده الناس بداوا يبحثوا في العلم عن امور تسد هذه الثغرات عشان يستبدلوا خالص فكره وجود ربنا او ان ربنا يكون ليه قيمه او وجود بالنسبه لهم. يبقى هنا بنقولوا بقى ايه؟ اصحاب هذا المعتقد قالوا ان ربنا في الحقيقه ما بيتدخلش في حياه الانسان وان ربنا مش هو المسؤول عن مصير الانسان، الانسان هو المسؤول عن مصيره دون تدخل الله. طبعا حضراتكم عارفين ان مصائر الناس في كثير من الامور الناس هي اللي بتحددها، لكن الله يتدخل، الله ضابط الكون، الله يتدخل في كل شؤون الكون، مش معنى ان ربنا بيسيب مصير الانسان في ايدين الانسان ان الله ما بيشتغلش، لا الله بيوجه الانسان وبيعلمه وبيوقف معاه وبيسنده لكن هؤلاء الملحدين شافوا ان ربنا بيوقف متفرج ملوش اي علاقه باللي بيحصل سبب تاني في الحقيقه خلى الناس دي يفكروا ان ربنا مش موجود قالوا ايه العقل البشري بيتمسك ويقتنع بكل ما هو مادي ومحسوس فقط فيبقى ما لا يدركه العقل بحواسه وبالامور الماديه هو غير موجود وبما ان الله غير محسوس وغير ملموس يبقى كده مفيش حاجه اسمها ربنا. طبعا هنا مشكله الملحد اللي بالنوع ده ان احنا مهما قدمنا له ادله على وجود الله وامور تشير الى وجود الله يرفضها لانه عايز يضع الله الغير محدود في عقله المحدود. النوع الثاني في الحقيقه من المعترضين او المشككين او الملحدين نجد ان هم ايه؟ عندهم عنوان كده كبير اسمه رفض المؤسسة الدينية أو رفض رجال الدين الملحد هنا ما بيرفضش وجود ربنا لكن بيرفض المؤسسة الدينية ورجالها لأي سبب سواء أسباب حقيقية يعني أشياء معثرة حصلت معاه أو وجهة نظر خاصة أو فلسفته في الحياة يقول لك أنا مؤمن بوجود ربنا لكن ما تكلمنيش عن الكنيسة ما تكلمنيش عن المعبد ما تكلمنيش على آآ آآ أي وسيلة تانية تربطني بربنا أنا مين ربنا النوع ده في الحقيقة ويمكن في برنامجنا ده نقول على الحتة دي منتشرين دلوقتي كتير في كتير من الشباب دلوقتي والناس بنشوفهم يقول لك أنا مين ربنا لكن أنا مش عايز وسيط اسمه الدين بيني وبين ربنا هنا الناس دي شايفين إن الدين وطقوسه مجرد أمور مظهرية ملهاش قيمة في ذاتها وهنا إن الدين بيستخدم أسلحة أو بيستخدم وسائل يضغط بيها على الناس عشان يقنعهم بأن هم يكونوا مواليين لهذا الدين. لكن عايزين هنا نقول بقى حاجه مهمه قوي. لازم نميز واحنا بنتعامل اللي قدامي ده شاكك في وجود ربنا ولا هو رافض الدين؟ خلي بال حضراتكم دي عقليه ودي عقليه. التعامل هنا مع الحاله الاولى غير التعامل مع الحاله الثانيه. هنا المتشكك شايف ان في فجوه ما بين اللي بيعلموه رجال الدين وما بين الواقع اللي بيعيشوه. بالتالي هنا في دور لازم احنا نقوم بيه كرجال دين وكخدام ان احنا نكون دايما يعني اقرب للمثاليه او نحاول يكون واقعنا قريب لما نعلمه حتى لا يعثر فينا الناس او يعترف ربنا. نقطه او التشكيك الثالث في الحقيقه او النوع الثالث من الالحاد او التشكيك هم اللا دينيون. اللا دينيون دول هنا الفرد مش عايز ينتمي لاي دين او معتقد الـ 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 الجديد بس هنا او اللي بيختلف عن النوع الثاني اللي احنا قلناه ان الشخص هنا بيضع تصور عن الله حسب فكره هو يقول لك بص ربنا مستحيل يعاقب ربنا حنين وطالما ربنا انت بتنادي بيه انه يعاقب بقى الاله ده مش بتاعي انا مش مؤمن بالاله ده انا مؤمن بالاله المحب طب حبيبي ربنا بيرفض الـ الـ الشهوات يقول لك ما هو الشهوات دي جوايا غصب عني اكيد ربنا حاسبية يبقى اكيد ربنا مش هيحاسبني لو كانت الشهوات دي غلط ما كانش ربنا اوجدها جوايا يجد هنا ايه يصنع من عقله اله يعبده ويعجب بيه لكن تيجي تقول له ان ربنا ما بيقبلش الخطيه يقول دي مش خطيه دي ضعفات والضعفات دي امور غريزيه جوه الانسان انا غصب عني بعملها احبائي لا يجب ان يخضع الله الغير محدود في افكاره وفي طرقه لعقلنا المحدود في كل شيء الله يدينا ويديكم ان يكون لنا الاستناره والفكر الكرازي الذي ندرك به قيمتنا عند ربنا وندرك به ايضا قيمه الاخر لكي تصل كلمه الله الى الناس وربنا مقدام ابدين الابد امين